ضرورة الوصول إلى حل والخروج من المشكلة دون التعرض المباشر لأسباب المشكلة التي سنتعرض لها قطعا في الجلسات المغلقة، لأن الأحاديث العامة والتي تبين أهمية السلام وأهمية أن يعيش الناس في سلام الجميع يعرفها ويعلمها، ولكن نريد إزالة أسباب هذا الصراع ومطالب الوقوف على مطالب كل طرف وتقريب وجهات النظر والتواصل مع المسؤولين هناك. ومعنا سفير دولة مينمار موجود هنا.